النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية للأردن خلال هذا اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. نذكركم في البداية بالاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كما وندعوكم لتفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات العاجلة والتحديثات العاجلة أولا بأول. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية بالاستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب في المنطقة والخاصة بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم كميات كبيرة من السحب متوسطة ومنخفضة الارتفاع، لكن هذه السحب هي بسمكات ليست كبيرة نظرا لتمركز الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو كافة بعيدا عن المملكة، في حين نلاحظ معكم تسرب الرياح القطبية على طبقات الجو السطحية من شرق البحر الأبيض المتوسط مباشرة نحو المملكة، وبالتالي نشأت هذه السحب لكنها ليست بالسمكات الكبيرة، وبالتالي تؤدي حاليا لهطول كميات خفيفة متفرقة عشوائية من الأمطار والثلوج في نواحي عدة في المملكة، تكون متراكمة صوب المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. مثل ما نلاحظ معكم من خلال هذه الخريطة، المناطق التي محتمل أن تشهد تساقطا للثلوج خلال هذا اليوم ويوم الغد هي مناطق عدة في المملكة. نلاحظ معكم أن هذه المناطق هي مناطق المرتفعات الجبلية إجمالا يزيد ارتفاعها عن 900 متر، لكن نلاحظ معكم المنطقة البادية الشرقية، هذه المنطقة قريبة من مركز الكتلة الهوائية شديدة البرودة فوق الأراضي العراقية والسورية، متوقع أن تشهد تساقطا للثلوج قد تتراكم بمقدار بسيط في تلك المناطق وبشكل نادر وغير آتي. كذلك الحال نلاحظ معكم سلسلة جبال الشراء في جنوب المملكة، إضافة إلى مرتفعات الطفيلة وربما حتى مرتفعات لواء المزار الجنوبي ومنطقة مؤتة، قد تشهد هذه المناطق تراكمات للثلوج مع حدوث حالة من الانجماد حتى مع ساعات النهار في المناطق العالية منها، في حين متوقع أن تمتد حالة الانجماد والصقيع لتطال باقي المرتفعات الجبلية في عموم المملكة خلال ساعات مساء هذا اليوم وساعات الليل الأولى من ليلة الأحد على الاثنين، خلافا للعادة مع ساعات الليل المتأخرة. سيتشكل الجليد أو الانجماد مع ساعات الليل الأولى في العديد من المرتفعات الجبلية. لاحظوا معي مدى برودة هذه الكتلة الهوائية الباردة المتمركزة فوق الأراضي التركية إضافة إلى العراق وسوريا، تسبب تساقط الثلوج بمشيئة الله في تلك المناطق على ارتفاعات متدنية وفي مناطق غير معتادة وغير معهودة أن تشهد لتساقط الثلوج، في حين تكون المملكة وفلسطين وإلى حد ما لبنان على حافة هذه الكتلة الهوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، ويحصل في هذه المناطق أي لبنان والأردن فلسطين تسرب للرياح القطبية في طبقات الجو السطحية، وبالتالي السحب الناتجة عن هذه الكتلة هي ليست بالسماكة المطلوبة، وبالتالي الهطولات المتوقعة في هذه المناطق هي عشوائية متفرقة وليست ذات غزارة كبيرة كما تحدثنا في وقت سابق. لاحظوا معي درجات الحرارة المتوقعة بقية هذا اليوم الأحد وكذلك الحار نهار الاثنين. لاحظوا معي مع ساعة تقريبا بعيد الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم تقريبا تبدأ درجات الحارة بالاقتراب من الصفر المئوي في العديد من مناطق المملكة، مثلا الطرق الجبلية الجنوبية، كذلك الحال في بعض المناطق على الطريق الصحراوي الدولي، كذلك الحال مرتفعات العاصمة عمان، أيضا المرتفعات الشمالية وسائر منطقة البادية الشرقية. لاحظوا معي بعد ساعات انتصاف الليل درجات الحارة في جميع مناطق المملكة أو أغلب مناطق المملكة هي حول وما دون حاجز الصفر المئوي، حتى تقترب من الصفر المئوي في مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي تحذيرات من تشكل الصقيع حتى في مناطق الأغوار الشمالية. أيضا مع ساعات صباح الغد لاحظوا معي درجات حارة جميعها في عموم المملكة تقريبا دون حاجز الصفر المئوي، كذلك حال يتوقع تدني الحارة بشكل كبير إلى ما دون حتى 5 درجات مئوية تحت الصفر في مناطق البادية الشرقية نظرا لقربها من الكتلة الهوائية الباردة في العراق وسوريا. مع ساعات ظهيرة الغد الانجماد مستمر فوق طرق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، جبال الشراء، مرتفعات الطفيلة، حتى ممكن المرتفعات العالية في منطقة الكرك، في حين تقترب من الصفر
مئوي في مرتفعات العاصمة عمان ومرتفعات شمال المملكة، لتعود من جديد مع ساعات مساء غدا الاثنين والمساعات مساء والليل الأولى، ليتشكل الانجماد في مناطق واسعة من المملكة حتى تقترب من تقريبا 10 درجات مئوية تحت الصفر في مناطق البادية الشرقية، نظرا للتبريد الكبير في تلك المناطق القادم من مناطق العراق المجاورة. مع ساعة الثلاثاء انحسار تام للأجواء الباردة بشكل واضح، نظرا لاقتراب تيارات غربية من البحر الأبيض المتوسط والتي ستعمل على انحسار البرودة شرقا صوب الأراضي العراقية وثم الإيرانية. نلاحظ معكم التوقعات الخاصة بالأيام القادمة. يوم غد الاثنين لا تزال الفرصة متاحة لهطول بعض التساقطات الثلجية الخفيفة غير المؤثرة في العاصمة عمان، مع عظمى متوقعة 2 درجة مئوية فقط. تنخفض الصغرى ليل الاثنين على الثلاثاء إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، تكون أقل من ذلك صوب الأجزاء الجنوبية والشرقية في العاصمة عمان وتتبع مناخ السهول. يوم الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا، الفرصة متاحة لبعض الأمطار العظمى بحدود 5 درجات مئوية. لاحظوا معي الصغرى ليل الثلاثاء الأربعاء ترتفع إلى زائد 4 درجات مئوية، وبالتالي نهاية لموجة الانجماد والصقيع في مختلف مناطق المملكة. الحديث هنا عن ليل الثلاثاء الأربعاء. يوم الأربعاء ارتفاع ملموس على الحارة، أجواء تقترب بأن تكون قريبة من معدلاتها، المعدل العظمى في العاصمة عمان تقريبا بحدود 11 درجة مئوية. تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض الأمطار المتفرقة لسيمة في شمال وسط وشرق المملكة. مع ساعات ليل الأربعاء الخميس استقرار تام على الأجواء وتوقعات بعدم تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من ليل الثلاثاء الأربعاء وخلال ما تبقى من الأسبوع. توصيات هامة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، ندعوكم للانتباه من خطر تشكل الصقيع والانجماد في عموم مناطق المملكة خلال الليلتين القادمتين، بما في ذلك مناطق الأغوار الشمالية، مناطق زراعية هامة. أيضا ندعوكم للاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الدرجات الباردة. كذلك الحال ندعوكم للانتباه على الطرقات الخارجية وحتى الداخلية من خطر الانزلاق عليها بفعل تكون الجليد وبفعل الثلوج، لسيمة في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية تتبع مناطق الطفيلة غرب معان، كذلك حال مرتفعات الكرك خلال اليومين القادمين. ملخص خاص بالأحوال الجوية المتوقعة، موجة جليد وانجماد قوية متوقعة على المملكة خلال الليلتين القادمتين، درجات حرارة دون الصفر المئوي حتى تقترب ليل الاثنين على الثلاثاء وفجر الثلاثاء من حاجز 10 درجات مئوية تحت الصفر في مناطق البادية الشرقية والحدود الأردنية مع العراق. كذلك الحال زخات من الثلج متوقعة في القمم المرتفعات الجبلية العالية في عموم المملكة، تكون متراكمة خصيصا في المنطقة أو مرتفعات المنطقة الجنوبية. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.